كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. مستشفى السعادة. مستشفى السعادة، تأليف فوز البارودي، إخراج محمد مشعل. كده ادي دبلتك اهي. ايه الكلام ده نوال؟ انا غلبت معاك، مفيش فايده، مصمم على رايك. طب بس اقعد نتفاهم. اسمع يا مصطفى، خلاص مفيش بينا تفاهم الا لما تسيبك من كفر سلامه. يا حبيبتي انا شغلي هناك. يا اخي تسيبه، تتنقل، تستقيل. انت مالك النهارده عصبيه ليه؟ عشان بقالنا سنتين مخطوبين، ما بشوفكش الا كل شهر كام ساعه. بوحشك يا روحي. طبعا يا مصطفى، يا مصطفى انا بحبك، بيبقى عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله لك، مش بلاقيك جنبي. معلش يا حبيبتي، ما انا بكون نفسي. تكون نفسك في كفر سلامه؟ ده انت تلاقيك بتاخد اجرتك كام بيضه ولا بالكتير فرخه. انا باخد مرتبي من الحكومه، وعلاجي للاهالي ده واجبي. شفت؟ ده اللي انا كنت عامله حسابه. في ايه بس مصطفى؟ احنا لازم نتكلم بصراحه. عاوزه تقولي ايه يا حبيبي؟ انت دكتور كبير، ولازم تكون لك عياده. عيادة في كفر سلامة؟ كفر سلامة ايه؟ انا قصدي يا اخي عيادة هنا في القاهرة. ايوة بإذن الله، بس لسه قدام شوية. انت ما بتحبنيش؟ معقولة يا نوال؟ زي ما تكوني بتتهميني ان ما بحبش الحياة، ما بحبش النور، الجمال، الشمس والهواء والمية. المية تكدب الغطاس زي ما بيقولوا. انت روحي وحبي واملي وسعادتي. يا مصطفى انا شبعت من الكلام ده، احنا لازمنا مطالب كتير قوي عشان نقدر نتجوز. كل اللي انت عاوزاه هجيبهولك من كفر سلامه. يا نوال انا في كفر سلامه بقدم مهمه انسانيه، الناس هناك طيبين قوي ومحتاجيني. يا ريت تيجي معايا تشوف البلد دي، جو نقي وصحي وبعيد عن التلوث. يا سلام، عجبك قوي كفر سلامه؟ جدا، الحياه هناك بسيطه ومريحه. خلاص خليك عايش هناك على طول. يا ريت، ده املي ومنايا. عارفه يا نوال، انا ليا هناك سكن، وممكن لو اتجوزنا. لا يمكن، لا يمكن هنتجوز طول ما انت في كفر سلامه. مالك يا دكتور مصطفى؟ مفيش يا عم الحاج. ايه مفيش ازاي؟ هو اللي مش عارفك؟ انت جاي المره دي من الاجازه متغير، هو حصل حاجه لا قدر الله؟ الناس هناك مش مقدره قيمه العيشه هنا يا حاج متولي. انت كنت عاوز تجيب الجماعه بتوعك معاك هنا؟ كان نفسي يا عم الحاج. وما وافقوش؟ انا كل اللي ليا في مصر خطيبتي. ومش موافقه طبعا تيجي تعيش معاك هنا؟ ايوه يا عم الحاج. وده اللي مزعلك؟ انا حبيت الكفر ده والناس اللي فيه، وما اقدرش اسيبه. كنت يا ابني، والشهاده لله، الكل هنا صغير وكبير بيحبك ومعتبرينك مننا. ده شعوري فعلا يا عم متولي. وبصراحه يا ابني، احنا ياما ورد علينا دكاتره كتير، بس يا خساره كانوا بيهربوا قبل ما نعرفهم ويعرفونا. ما هو عشان كده انا تعبان يا عم الحاج. هي خطيبتك ولا مؤاخذه دكتورة زيك؟ لا، هي خريجة تجارة، بس الشغل مش هو السبب. أمال إيه السبب؟ عاوزة تفضل في مصر جنب أبوها وأمها. طيب اسمع يا دكتور، أنا عندي فكرة. إيه هي يا عم الحاج؟ أنت تعزمها هي وأهلها يجوا يقضوا كام يوم عندنا هنا، وأنا أراهنك إنهم هيغيروا رأيهم. ومش هي بس اللي هتوافق تعيش هنا، لا، ده أبوها وامها كمان. وهي دي برضو تفوتني يا عم الحاج، انا حاولت كتير وما وافقتش. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يهدي النفوس. المره دي رجعت لي الدبله وهددتني ان ما اتنقلتش هتفسخ الخطوبه. ليه كده بس؟ واحنا ملناش في الطيب نصيب؟ لا يا عم الحاج، انا لا يمكن هسيبكم، انا رفضت اتنقل قبل كده. يا دكتور مصطفى، اللي بيحب لازم يضحي. مش فاهم تقصد ايه يا عم الحاج. انت بتحب خطيبتك؟ ايوه، بس مش على حساب واجبي.
واجبك هتأديه في أي مكان يا دكتور. يعني احنا مش هنزعل أبدا لما تتنقل، لأننا بنحبك وعايزين مصلحتك وسعادتك. فرج فرج يا فرج. فيه يا ام سعيد؟ جوز الست اللي دخلت تولد فين؟ الله جريه يا ام سعيد، انت مالك ومال اسم الولاده؟ هو مين في اللي قاعدين دول يا فرج؟ انت عاوز تقسمني في الحلاوه؟ حلاوه ايه؟ ده المولود نزل ميت. اخص على كده، يعني مش هنشوف حلاوه؟ لا هتشوف، بس يمتك معايا. مش فاهم، هو فين بس جوزها؟ راح يشتري السجاير وزمانه جاي. طب خليه جاهز عربيه واحنا ننزل له مراته ويمضي الورقه دي. الله مش فاهم. بعدين افهمك، المهم ياخد مراده ويمضي الورقه دي ويمشي. طب وتصريح الدفن هيطلعه ازاي؟ بقول لك ياخد مراته بس، افهم بقى. لكن الطفل الميت ده هتعمل بيه ايه؟ مطلوب مني طلبة الطب. مظبوط، وحلاوتك عندي. اهو كده اهو كده يا عم سعيد يا ابو السعاده. هتعرف تتصرف مع الراجل ده؟ طبعا، ده انا هخليه يبوس ايديا كمان عشان ياخد مراته ويمشي. طب انا حاصل مشوار صغير كده وجاي على طول. طريقك اخضر يا ابو السعاده يا عتره. ايوه يا زين تعالى. امرك يا منير بيه. المندوب الجديد جاهز؟ موجود في مكتب السكرتارية، اجيبه لسيادتك؟ متأكد منه يا زين؟ عملنا تحرياتنا يا زعيم وكله تمام. كويس، وفهمت مهمته ايه؟ هيعمل تحاليل علشان يتبرع لسيادتك بكليته. وصدق ان التحاليل دي لازم تتم في الخارج؟ طبعا، ما هي المفروض ان هي دي المستشفى اللي هتعمل العملية. وقريبه مقطوع من شجرة يا بيه. خلاص ابتدي جهز له اجراءات السفر واتصل بالجماعه هناك يكونوا جاهزين. امرك يا زعيم. بس بصراحه بقى الطريقه الجديده دي هايله قوي. دي حرب، ذكاء وخداع، والشاطر هو اللي يفضل في الميدان. صحيح يا مصطفى بتتكلم جد؟ وهو انا اقدر اتاخر عن اي حاجه تطلبيها؟ ها، وهتشتغل فين؟ في مستشفى استثماري؟ خطوه خطوه يا نوال، انا اتنقلت المستشفى كويسه قوي. والمرتب كام؟ معقول، في مزايا وعلاوات. طيب كويس قوي. ها، والعياده؟ عياده؟ طبعا يا حبيبي، لازم تفتح عياده وتعلق عليها يافطه 6 متر. 6 متر 6 متر مره واحده يا نوال؟ ليه؟ هي يافطة الدكتور ولا مرشح للانتخابات؟ نفسي أشوفك أكبر دكتور في الدنيا يا حبيبتي. هكبر بيكي ومعاكي. بكرة تشوف يا سالي أنا ولا أنتي. سالي؟ سالي بنت خالتك؟ أيوة، أصل جوزها جاب لها عربية. أيوة، بس ده عنده مكتب استيراد وتصدير والتجارة بتكسب. طبعا، والعيادة كمان بتكسب. بقولك إيه، عاوزين نتكلم في المهم. في إيه؟ عاوزين نحدد الميعاد. ميعاد؟ ميعاد إيه؟ ميعاد إيه؟ جمع شملنا، معاد الفرح. ايوه بس لسه بدري. لسه بدري يعني ايه؟ شقتي وجاهزه، هنستنى ايه تاني؟ مش لما تفتح العياده؟ يا حبيبتي العياده هتشغلني عنك، الفرح وجمع الشمل اولا وبعدين نبقى نشوف العياده. طيب اديني فرصه. طيب يا ستي حدد الميعاد اللي يناسبك عشان افتح والدك واتفق معاه. اسمع بقى يا مصطفى، انا عاوزه فرح فخم في فندق 5 نجوم. لو أطول أجيب لك نجوم السماء كلها. وشهر العسل نقضيه برضو في فندق 5 نجوم في الغردقة. نوال نوال يا حبيبتي فوقي. ليه؟ هو أنا يعني ما استاهلش؟ لا، تستاهل الدنيا كلها. أنا لو أقدر أخدك ونقضي شهر العسل في القمر ما كنتش أتأخر. أيوة بس أنا يا سي مصطفى ما طلبتش تطلع القمر، أنا طلبت 5 نجوم وبس. يا نوال اصحي، انا دكتور لسه في بدايه حياتي وامكانياتي ما هو عشان كده يا حبيبي بقول لك لازم نستنى شوي. لا يا نوال، انا عاوز استقر، لازم نكون اسره. سيبك بقى حبيبتي من الشكليات. ما هو اصلا اسمعي، ايه رايك نقضي شهر العسل في اسكندريه؟
وافقت ليه يا خايبة؟ هو أنا مش منبهة عليكي؟ بحبه يا سالي. الحب والفقر ما يتفقوش أبدا، أنا قلتلك كده 100 مرة. ما هو احنا هنقضي شهر العسل في اسكندرية. اسمعي، لو من أولها هتقدمي تنازلات يبقى عمرك ما هتعرفي تمشي وتخليه يكبر أبدا. ما هو يا سالي أنا كنت اشترطت عليه إنه يتنقل هنا، وبابا قال لي إنه مدام نفذ الشرط ده يبقى خلاص مفيش حجة تانية. وماما، قصدي خالتي، رأيها إيه؟ ماما، ما انت عارفه رايها، ماما مش موافقه اساسا على مصطفى من الاول. عارفه، ويا ريتك تسمعي كلامها. قصدك ايه يا سالي؟ اسيب مصطفى؟ يا حبيبتي، انت عايزه واحد زي حسان جوزي. شوفي قبل ما اعرفه كان ايه ودلوقتي بقى ايه. مصطفى دكتور وهيحقق لي كل العيون الخمسه. بعد ما تكون راحت منك اجمل سنين عمرك. اعمل ايه بس يا سالي، اعمل ايه؟ صحيح أنا بحب مصطفى، لكن برضو نفسي أتمتع بالدنيا وعيش. خلاص، يبقى تسمعي نصيحتي. ما أقدرش يا سالي، أنا بحبه. لو هو كمان بيحبك يبقى لازم يلاقي طريقة. نوالي حبيبتي، اوعي تتسرعي، ما تكونيش أول عين، خليكي أنتي آخر العيون. آخر العيون؟ آه، بعد العيادة والعربية والعمارة والعزبة وبعدين العروسة. النهاردة صاحبك هو اللي نباتي. صاحبي؟ ايوه، الدكتور الجديد اللي اسمه مصطفى. الله، انت مش هتشوف لك حل معاه بقى؟ اصبر على الرز لما استوي ما له فرق. لا، ده يا دوب بقاله شهر وما بيهماتش، سواء نباتي او الصبح كل يوم. لا 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 يا عم سعيد، الغربال الجديد اللي شد يا حبيبي. جديد ايه؟ ما ياما دكاترة جم ويدوب اسبوع ويهدوا، الا ده والحكاية بقت ناشفة قوي كده. طب انا هعشيك. لا يا عم سعيد، لا، لحسن يجي يشوف الاكل بتاع المستشفى عندي، حاولني للتحقيق. لا 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 يا عم، انا مش عايز اتعشى. اكل عين ايه يا ابني؟ انا هعشيك كباب. كباب؟ حلاوتك يا عم سعيد، يا ابو السعاده انت. الله، لكن ايه الحكايه؟ ليه الكرم ده كله؟ بص شوف. ايه ده، دبله وساعه؟ هروح ابيعهم واجيب لك الكباب. ولو سال عنك الدكتور مصطفى؟ انا ما خرجتش، فاهم؟ انت تؤمر يا عم سعيد. بس الدبلة والساعة دول بتوع مين؟ من الجدع اللي ضرب الاتوبيس ومات. لا، جبسناه. طب يعني احسن يعمل دوشة بعد كده؟ تفوتني برضه يا حلاوة، انا علقتهم اول ما وصل وقبل ما يتم جرد متعلقاته وتسليمها للامانات. يعني الدبلة والساعة ضعف الحادثة يا حبيبي. طب بس لازم تشوف لك حل مع الدكتور مصطفى. واحنا بناكل الكباب النهارده هتكتكلوا اخر حلاوه. مع الف سلامه، سكتك خضرة. مش ممكن، انا مش قادر افهمك يا نوال، في حاجه مخلياك مذبذبه. نوال، تكونيش متردده عشان ما بتحبنيش. يا مصطفى، الحب والفقر ما يتفقوش. لا لا يمكن يكون ده حب. الحب هو الخير الجمال، لكن اللي انت بتطلبيني بيه ده كره وحقد وشر. وهو انا يعني قلتلك تعمل ايه؟ قلتلك تاخد حقك زي غيرك. انا لو امكانياتي تسمح لي افتح عيادة مش هفتحها عشان اكون ثروة من وراها. ايه ده، يعني عاوزنا نعيش على طول في الفقر؟ الظاهر سالي كان عندها حق. ايوه، قلتيلي بقى سالي. انا كده عرفت سبب لخبطة تفكيرك. سالي بتأثر عليكي. سالي عايشة في عز، عندها شقة تمليك وعربية ورصيد في البنك وشاليه في اسكندرية. خلاص، عاوزة تعيشي زيها؟ اتجوز واحد عنده مكتب استيراد وتصدير، ما هم إيه؟ كلهم بيكسبوا زي جوزها ما بيكسب. لا الظاهر خلاص مفيش فايدة. اتفضل ادي دبلتك اهي. تاني يا نوال؟ ايوة تاني، احنا خلاص ما ننفعش لبعض. فعلا انت عندك حق، بس انا ليا سؤال وعاوزك تجاوبيني عليه بصراحة. سؤال؟ سؤال ايه؟ انت بتحبيني؟ انا لو ما بحبكش ما كنتش اساعدك عشان تكون اكبر دكتور. عاوزة تساعديني؟ صحيح، ساعديني اقوم بواجبي بشرف وامانة. يا نوال، انا من الاول قلتلك اني اتعلمت الطب مش عشان يكون وسيلة للثراء، لا، الطب مهنة انسانية. بس مش معنى الانسانية دي انك تحرم نفسك وتحرم اللي بتحبهم ويحبوك انهم يعيشوا مرتاحين. مرتاحين من غير جشع او طمع. ايه ده، يعني انا جشع وطمع؟ لعنة العيون بتطردنا دايما يا دكاترة.
رغم انها خرافة ما ينولهاش الا العباقرة الكبار، يعني بعد تعب وجهاد وعلم. انا ما جبتش سيرة العيون، بس من حقي يبقى عندي شقة تمليك وعندي عربية. انا مش عايز عمارة ولا عزبة. حاضر يا حبيبتي، اوعدك بعد 5 سنين هيكون عندنا العربية. لا بقى، انا مش هستنى 5 سنين، خلاص انا عاوز اعيش النهاردة، اتمتع بحياتي وانا لسه في شبابي. صحيح الكلام اللي سمعته ده يا نوال؟ أيوة يا بابا. لا يا نوال يا بنتي، لا، الدكتور مصطفى شاب كويس بس فقير. ومن إمتى الفقر كان عيب؟ ثم أنتم عارفين من الأول حالته وإمكانياته. يا بابا مصطفى ما عندوش طموح. وبنتي لازم تعيش ويبقى عندها زي غيرها. قصدك سالي بنت أختك. أنا مش أقل منها يا بابا. ومصطفى مش زي حسان، وإمكانياته كده، واللي بتطلبيه ده مش هيقدر يحققهولك. على العموم إحنا لسه على البر. أيوة، يا إما ينفذ اللي طلبته منه يا إما هيدبلته معاه. عقلي يا نوال يا بنتي، عقلي وفكري. قدامه مهلة شهر يدبر نفسه. شهر؟ شهر هيقدر يجيب فيه لبنتك شقة تمليك وعربية؟ لا، يفتح العيادة في حي راقي الأول، هي دي الخطوة الأولى يا بابا. عيادة في مكان زي ده عاوزة مبلغ ضخم وعلاقات ودعاية، الموضوع مش سهل زي ما انت متصورة يا بنتي. جرى ايه يا ماهر؟ انت معانا ولا معاه؟ انا مع الحق. والحق انه يحرمني اعيش زي ما بقيت زميلاتي وصحباتي عايشين؟ وبعدين بقى مفيش حد مستنيني ولا ايه؟ الحمد لله على السلامة بيه. عايز تاكسي؟ لا، ما انا ما اقدرش افضل واقف كده، انا تعبان قوي. اي الظهر انهم سرقوا كليتي. اي بقول لسعادتك ايه؟ انا هريحك قوي، انت المؤاخذة عايز تروح فين؟ يلا بينا يا اسطى. بقول يا باشا، شنطك فين؟ مفيش غير الشنطه دي يا اسطى. ماشي، هاتها بيه هنا فوق الشبكه. لا لا لا، عنك انت بيه يا مربوطه. يلا يا اسطى اعمل لك همه. حاضر يا بيه. الحمد لله على السلامه. توكلنا على الله. على فين العازم يا بيه ان شاء الله؟ المعادة. معادي، حلو الكلام، يلا حلاوة. يا ترى ايه اللي حصل؟ يكونوا صحيح خلوا كليتي ومعدوش محتاجيني وعاوزين يهربوا من دفع المبلغ اللي وعدوني بيه. لا، ما انا معايا عنوان منير بيه. يا بيه، يا بيه. في ايه؟ بسأل ولا مؤاخذة، هو حضرتك جاي من أتينا مش كده؟ ركبت من مطار أتينا. حلو. حضرتك كنت هناك في شغل؟ بتسأل ليه؟ ابدا يا بيه، اصل سعادتك جاي بشنطة واحدة. انا ما كنتش رايح اتفسح يا اسطى، الظاهر ضحكوا عليا، التحاليل قال، وهي التحاليل فيها فتح بطن. انا يا بيه. اسمه عباس. يا عباس بيه، عباس بيه. في ايه؟ الله الله، مالك يا بيه؟ شايف سيادتك دايما سرحان ولونك بيصفر والعرق لمؤاخذة يعني. لا، هخرب بيتهم. تخرب بيتهم؟ مين دول يا بيه؟ سوق يا اسطى، سوق بسرعة، عامل معروف. لا لا لا، مالك يا بيه؟ انت بيه؟ سعادة البيه. الله الله الله، ده ما بيردش. يا ليلة مش فايتة. لا يا دكتور مصطفى، لازم تشرب. متشكر يا سعيد، انا ما بشربش الشاي. وده برضو شاي يا دكتور. امال ايه ده؟ ده شاي سعيد بالسعادة، يبقى شاي عجب. حاضر يا سعيد، اما نشوف العجب بتاعك. او كده روق يا بيه، وارمي الهموم ورا ظهرك، ما حدش واخد منها حاجه اكتر من نصيبه.
عندك حق يا سعيد. لما اخذ سعادتك بيه انا شايفك دايما كده مهموم، يعني لو سمحت مش زي بنت كتر الشباب اللي في سنك. كل واحد في اللي مكفيه يا سعيد. يا بيه انت معبي قوي. طب يلا يلا بينا ناخد جوله. يا دكتور استريح، احنا مش لسه فايتين على كل المرضى. هنقعد نعمل ايه؟ يلا بينا، عايزين نشوف وجبنا بلاش كسل. طب بس خلص كوبايه الشاي الاول يا دكتور. كوبايه الشاي العجب. بقولك ايه يا دكتور؟ ايوه سعيد. هو سيادتك فتحت عياده ولا لسه؟ انا بشتغل متطوع في مركز طبي خيري. ولا مؤاخذه سيادتك وارث؟ وارث. لا مش معقول سيادتك وارث. ليه بتقول كده؟ ما هو سيادتك وارث كان هيبقى عندك عربية. طب مش يمكن يا اخي ما بحبش العربيات؟ يا بيخدنا على قد حالي، فضفض يمكن انفعك. مش فاهم تقصد ايه. ولما اخذها مش الدبلة لسه في ايدك اليمين؟ ولا عارف؟ عارف. عارف ايه؟ عارف عشان تنقل الدبلة لايدك الشمال لازمك الاساتك. انا شقتي جاهزة والفرح قريب. يعني مفيش مشاكل مادية؟ لكن قصدي اخدمك. تخدمني؟ تخدمني ازاي بتاع العجب؟ يا بي انا صحيحت مرجع على قد حالي، لكن بعون الله وباذن واحد احد يمكن اخليك تكسب الالفات دي. الفات؟ طب ازاي؟ اقول لك دكتور ازاي. لا مؤاخذة في حاجه فرج؟ في حاله وصلت؟ لا يا دكتور. بس عاوز عم سعيد. انت ازاي سيب بابا تيجي على هنا؟ في واحد قريبك عاوزك. واحد قريبي؟ ايوه هو عاوزك ضروري قوي. طيب روح شوف قريبك يا سعيد وانا هقوم بالمرور. دي واحده يا دكتور هحصلك. يلا بينا. وش النار؟ نار؟ نار ايه؟ ما انت بصراحه طلعت سكت الفرج يا فرج. كان خلاص هيفضفض والامور هتحلو وتبقى حلاوه يا حلاوه. الله، انت وقفت ليه يا عم سعيد؟ اعمل فيك ايه يا وش النقر؟ هو لسه قريبي ده ما قالكش اسمه ايه؟ اسمه منعم. ومش عارف عاوزني ليه؟ مصمم يقابلك. اقول له مفيش فايده، ما اقدرش اعمل له حاجه الليله، فهمه كده. ده بيقولوا انه عاوزك في مساله مهمه قوي. هجه بس عشان ياخد حقنه. انا فهمته ان الليله مش ممكن. طول عمرك هتفضل هايف ومش هتعرف تتصرف. الله، جري يا عم سعيد. وانا كنت اعرف منين يعني انك قاعد منسجم مع الدكتور مصطفى؟ انا قلت انقذك منه شويه، الحق عليا يعني. معلش، هو يروح مني فين؟ بقول لك ايه؟ وفي امل معايا يا عم سعيد. انت مش عارف امك سعيد ابو السعد ولا ايه؟ يا ريت يا عم سعيد. الليله مش هتفوت الا لما كنت طويت. احنا عاوزين ايه؟ الكل يبقى سعيد. حلاوتك يا عم سعيد يا ابو السعاده كلها. طب فوت يا اخويا قدام، فوت لما اشوف الوسط منعم بتاعك ده عاوز يراخر. انا قلت اجيلك بيه لمؤاخذه، انت اولى بيه يا عم سعيد. قولي انت اديته حاجه؟ ابدا صدقني. وده جبته منين؟ ده لسه واصل، ركب معايا من المطار. المطار؟ ايوه، وكان كويس. يا دوب وصلنا شارع صلاح سالم ابتدى يتلون ويتقلم. بس الراجل ده خلصان. يعني رايك ايه اطلع بيه على القصر العيني؟ ده كلام برضو. قولي وجاب معاه ايه؟ شنطة واحدة بس. هات يا حبيبي. الله، طب والراجل ده؟ مالكش دعوة بيه. هات يا فرج الترولي. بس افهم يا عم سعيد، احسن دي لمؤاخذة فيها سين وجيم. فوت بعد ساعة يا حبيبي. والشنطة بتاعت الراجل. الترولي يا عم سعيد. ايدكم معايا هوب. الله، وهنثبته في التفاتر ازاي؟ الباسبور بتاعه في جيبه اهو. منعم، اركب عربيتك ومع السلامة يا حبيبي. نعم، فاضي كده يا عم سعيد؟ ده انا لمؤاخذة كل جسمي بياكلوا النام لحلاوة. مش وقته يا اسطى. بعدين يا اسطى منعم، لما نخلص من المصيبة اللي انت جايبها لنا دي. مع السلامة يا حبيبي، طريق السلامة يا منعم. ده تنبه يا دكتور. فين صور الأشعة؟ استعجلها يا سعيد بسرعة. حاضر دكتور حاضر. أنا فين؟ أنت في المستشفى. اطمن، قولي بقى إيه اللي بيوجعك؟ أموت أموت، دول خدوا كليتي في بلاد برا يا دكتور. تعالج برا؟ أيوة، في أثر جراح حديثة في بطنك. أنا أنت اسمك إيه؟ الأشعة يا دكتور.
عن اذنكم. اول حاجه حاجه غريبه فيها دكتور، انقل المريضه لقطه العمليات فورا. حاضر يا دكتور. مدبولي الله اصل زكايا قول يا مدبولي. طب ازاي ده بيقول خدوا كليته؟ معقول يا سعيد؟ سعيد ايوه دكتور. المريض ده وصل هنا مع مين؟ انا عاوز اقابل حد من قرايبه. ده جه لوحده يا دكتور. لوحده؟ لوحده يعني ايه؟ روح اسال فرج. ابي انا مش فاكر حاجه، انا كنت واقف مع فرج وشفناه وهو جاي وشفناه لما وقع كده. طب ازاي انه لما في ايه يا دكتور؟ هنشوف. يلا بينا. الو، انا زين يا بيه. بتكلم هنا ليه؟ مضطر يا سعاده البيه. في ايه؟ بتتكلم منين؟ من المطار يا بيه. ازاي انت لسه في المطار لحد دلوقتي؟ اصل الحقيقه سعاده البيه. اتكلم يا بني ادم، فيه ايه؟ مش لاقي عباس يا فندم. نعم، يعني ايه؟ فحصت الركاب كويس؟ اصل انا وصلت بعد الطياره ما وصلت. ازاي؟ ايه اللي اخرك؟ الكاوتش ضرب مني يا بيه في السكه واللي استبنك. انا عارفك خيبه، اتحرك دور عليه، احنا مجهزين اوضه العمليات. ايه ده؟ ورم ولا يكون بتوع بره نسوا الفوطه ببطنه؟ دي كياس. أكياس دهنية هناك يا دكتور. استنى بس، ايه ده؟ معقولة أكياس هيروين؟ مش معقول، وريني كده يا دكتور. يا أولاد الأبلسة، مش مهم عندهم حياة الإنسان، لكن المهم يضمنوا تهريب السم ده. أعلق يا دكتور، المريض هيموت كده. أيوة أيوة، خد هات. هو حالته يا دكتور، هيعيش؟ لو كانت الأكياس دي انفجرت كان انتهى في ثانية. وجاي ليه؟ يمكن يا بيه مركبش الطيارة دي. غبي، نسيت المكالمة اللي وصلت من مندوبنا هناك، ما سابوش إلا لما ركب الطيارة وكان. أمال راح فين؟ بتسألني أنا؟ أنا قلت هاجي ألاقيه، يمكن خد تاكسي لما اتأخرنا عليه. ساعتين دلوقتي من ساعة ما وصل، يعني فاضل ساعة وتنفجر الأكياس. أنت بيه مش قلت إن الأكياس دي من مادة غير قابلة للهضم؟ العصارات، لكن أنت هتحقق معايا ونسيب المصيبة اللي هتحصل لو ما لقيناش عباس بسرعة. أمرك أمرك يا زعيم. لازم تتحرك بسرعة، الشقة دي لازم نخليها بسرعة. وأوضة العمليات اللي مجهزينها، كل الأجهزة تتنقل فورا وكل آثارنا نخفيها. محدش يعرفنا هنا بيه، اطمن. بلغ الرجاله ينفذوا الكلام ده وانت ترجع المطار. ارجع المطار؟ لازم نعرف ايه اللي حصل. حاضر حاضر يا بيه. خليك ذكي، ادفع كتير واعرف كل اللي تقدر عليه، اتاكد. حاضر يا بيه، انا هتصرف. زين، المساله خطيره، لو انكشف عباس معناه ضياع. 2 مليون دولار، عارف يا بيه. مش مهم، المهم ان الطريقه هتتكشف. بس احنا في الامان، وسيادتك عامل حساب كل الظروف، وعباس ما يعرفش الا عنوان الشقه دي وبس. هيكتشفوا الطريقه وحصلت ازاي، وعينيهم هتتفتح. وكمان اقول ايه لشركائنا اللي بره؟ لا، لازم تجيب عباس، مفهوم؟ اهدى بس يا دكتور وسيب التليفون. لازم نبلغ الشرطة، انا مش قادر اصدق. ليه يا دكتور؟ شايف حاطين المخدرات فين؟ ده حتى لو كان خد شرب الزيت بجيتش نزلت. طبعا، واكيد كانوا مستنينه عشان يعملوا له جراحة. لكن ايه اللي خلاه تعب يا دكتور؟ واضح انه كل كتير فحصل له ضيق واختناق. ما سمعش التعليمات كويس. ده من حظ البلد، دي طريقة خطيرة والشرطة لازم تعرف. شرطة ايه بس يا دكتور؟ بتقول يا سعيد؟ دي قضية تهريب مخدرات. هي فين المخدرات دي يا دكتور؟ نعم، اهدى بس يا دكتور، ما تكبرش المساله. اكياس المخدرات اللي سلمتها لك راحت فين؟ وطي صوتك يا دكتور. سعيد يا بيه، احنا نحمد ربنا ان ما حدش خد باله. قصدك ايه؟ قصدك ان ما فيش شهود؟ من حظنا يا بيه، ده احنا غلابه. سعيد، انا سعيد الشهير باب السعد، مهنتي
أسعد الكل. أنا هبلغ الشرطة. وليه بس يا دكتور؟ ليه اللي جيب نفسينا وجع الدماغ سين وجيم؟ مش هنخلص الليلة. يعني إيه؟ نغمض عينينا؟ صح يا دكتور. طب وبعدين يا سعيد؟ وبعدين صيب على بالسعادة. يعني إيه؟ شوف وضح. شوف تدابيرنا بيه؟ إحنا كنا من ساعتين بنتكلم في إيه؟ ودلوقتي إحنا في إيه؟ شوف الحظ. الحظ؟ حظك من السما يا دكتور، لأن أنا كنت موجود. بلاش تلف وتدور، فهمني بتلمح ليه؟ كل مشاكلك هتتحل. اسمع، يكفيك 50 باكو. بتقول ايه؟ ويمكن 100 باكو، يعني 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ اه، تحقق بيهم كل العيون. قلع عيونك، انت فاكرني ايه؟ تسرعش يا دكتور، اخرس ولا كلمة. روى يا دكتور، انا راح اعمل لك كوباية شاي عجب العجب وارجع تكون فكرت. اه، دي فرصة العمر يا دكتور، عن اذنك. الو، انا زين يا منير بيه. اتكلم، الاخبار ايه؟ اطمن يا بيه. لقيت عباس؟ لسه يا بيه. امال عاوزني اطمن على ايه؟ عباس ما انكشفش. زين، اتكلم على طول وقول لي عرفت ايه. عرفت ان عباس وصل وانه ركب تاكسي، وعرفت نمرة التاكسي واسم السواق كمان. كويس، وبعدين؟ سألت عن حد يعرف السواق عبد المنعم ده. السواق اسمه عبد المنعم؟ ايوه يا بيه. ولقيت حد يعرفه؟ ايوه يا بيه، واحد سواق ساكن جنب منه اسمه رمزي. ومستني ايه؟ انا عاوز السواق اللي اسمه عبد المنعم ده. لما يجي رمزي يا بيه، اصله طلع مع زبون. هنكون اتاخرنا كتير كتير، وكله بسببك يا بيه. اطمن، انا هعرف لك ايه اللي حصل بالظبط. منتظر منك مكالمه. اتحرك، شوف حد يعرف مكان الزفت السواق ده فين. يا ماشي يا عم فرج. انت جيت يا استاذ عبد المنعم؟ ايه الاخبار؟ اخبار ايه؟ اخبار الراجل اللي جبته. معرفش. عم سعيد قال لاجي بعد ساعة، وهي فاتت ساعة واكتر. عم سعيد ما جاش من ساعتها. طيب شوفهولي يعمل معروف. لا يا سيدي، كفاية المرة اللي فاتت سمعت كلام زعلني. معلش يا عم فرج، كفاية العطلة واقف الحال. قلتلك ما اقدرش. انا عايز اطمن. وانا كمان ما ثبتش المريض في الدفتر، ولو حصل مرور ولا حاجة هتبقى داهية. طب بقولك ايه، ما تبعت حد يسأل لنا الاخبار. ايه؟ اهو سعيد جه. اهو ليلتك فل عم سعيد. ليلتك مش فايت يا اسطى منعم. ليه؟ ايه اللي حصل بس؟ الراجل مات. إيه؟ مات؟ يبقى انا لازم اثبته. انا عامل حسابي وسبت السطر فاضي. هات يا اسطى عبد المنعم رخصك وبطاقتك اخويا. انا حاسس وعارف انها ليلة مش فايتة. اعمل معروف عم سعيد، اديني حقن عشان اعرف ارد على استجواب الشرطة. طب ايه رأيك بدي طلعك من الوقعة دي؟ ازاي بس؟ روح انت دلوقتي. الله، وانا هتصرف ازاي في الدفاتر يا عم سعيد؟ بعدين افهمك يا فرج. يا عم سعيد، الراجل ده انا ركبته من المطار، والشرطة لما يتحقق هيعرفوا انه ركب معايا. اه صحيح، على بوابة المطار بيكتبوا اسم السواق اللي ركب معايا. طمنه، مفيش حاجة هتحصل. ازاي بس يا عم؟ انا هتصرف. قلتلك اطمن، مفيش حد هيسألك عنه. طب واهله لما يروحوا المطار؟ صح، مظبوط. وكمان جثه الراجل. الراجل هيختفي خالص، فاهميني؟ اخرج انت مع السلامه. بس الدكتور مصطفى. دكتور مصطفى مين يا ابني؟ انا سعيد ابو السعاده. انا بصراحه مش فاهم حاجه. انت مع السلامه يا حبيبي. يلا مع السلامه يا اسطى منعم. والشنطه بتاعت الراجل والفلوس اللي كانت معاه، الدولارات. انا الحق عليا اللي عاوز اخدمك. انت عارف الراجل مات؟ ها، مات بايه؟ لا، هو كان الله يرحمه عنده ايه؟ تسمم من جرعة مخدرات زيادة. وانت مش ناقص كده ولا كده؟ ها؟ مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا اسطى منعم. مع السلامة يا اخويا، طريقك اخضر يا اسطى. معقولة؟ معقولة أنا وافقت؟ يعني 100,000 جنيه تحل كل مشاكلك. أنا من حقي أعيش، من حقي أتمتع بالحياة. نفسي يبقى عندي شقة وعربية وفساتين ومجوهرات. سيب لي أنا كل حاجة، هتصرف. الراجل ده ما دخلش المستشفى ولا شفناه. والتقرير والأشعة وفتح أوضة العمليات والبنج. سيب لي كل حاجة وهتشوف إن أنا مش شوية في المستشفى دي. أنا ذكي السعادة عند كل واحد عارفها، وريحه على الآخر.
عشان نتجوز يا حبيبي لازم تجيب لي عربية وشقة تمليك. أنا كمان نفسي في حاجة كتير عاوز أحققها، بس مش بالطريقة دي، مش بالدم، مش بالسم ده. أنا أوافق على إن السم ده يتوزع؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. أنا لمؤاخذة عايز أعرف جايبيني هنا ليه؟ شوف الصورة دي. نعم صورة. تعرف صاحبها؟ متهيالي شفت الشبه ده قبل كده. ده شخص وصل النهاردة على طيارة أتينا وركب معاك التاكس. أيوة صحيح يا بيه. وصلته فين؟ وصلته فين يا عبد المنعم؟ وصلته افتكرت، نزل ميدان رمسيس يا بيه. كذاب. لا أنا مش كذاب. كلم البيع عدل. لا 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 لا، طريقة الضرب ولازي القافة دي ما حبهاش وما تنفعش معايا. امال ايه الطريقة اللي تنفع معاك يا اسطى؟ قبل كل حاجة اعرف ولا مؤاخذة حضراتكم مين؟ مالكش دعوة. حيث كده يبقى تسألوا الشرطة. الشرطة؟ ايوة يا بيه، انا سمعته بيقول ان ناس وحشين قوي سرقوا كليته. ايه؟ وبعدين كمل يا اسطى. ووصلته لاسم الشرطة؟ وانا مالي ادخل في سين وجيم، نزل وراح لحاله. يا اسطى عبد المنعم، انا يهمني اعرف عباس راح فين بالظبط. معرفش لا مؤاخذة. لا تعرف، وانت باين عليك خبيث ومش هتتكلم بالذوق. استنى بس اسمع يا اسطى عبد المنعم، ايه رأيك في 1000 جنيه؟ ها؟ 1000 جنيه؟ 2000 جنيه كده؟ لا ابتديت سيادتك تتكلم صح. فين عباس؟ اعرف الاول يهمكم فيه عباس. عباس معاه حاجة تخصني. ما كانش معاه الا شنطة واحدة. اتكلم بسرعة يا اسطى، فين عباس؟ وانا حديلك 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ خلاص انا بيه هجيب لكم الشنطة. يعني تعرف هو فين؟ انا ما يهمنيش الشنطة، عاوز عباس. مش ممكن يا بيه. ليه؟ اقول لك ايه بس يا بيه، الحقيقة يا اسطى الحقيقة. نعم، مين العيال ده انا عم فارق. انت مين؟ انا لوس عمنا مع مفارق. ايوه المهم مين فيكم العيان؟ والبطاقه لو سمحت. ايه الحكايه يا اسطى عبد المنعم، غلطت في المستشفى؟ لحظه لا مؤاخذه يا بيه، سعيد فين عم مفارق؟ الله، وبعدين بقى في الليله اللي مش فايته دي يا عم، قول عاوز ايه، احنا بينا نص الليل. يا عم مفارق ما تخافش، البهوات مش بوليس، احنا قرايب المرحوم عباس. عباس؟ عباس مين؟ اصحى عم مفارق، فين سعيد نتكلم معاه؟ ما تخافش يا فرج، احنا برضو هنبسطك. يا بي انا ما اعرفش حاجه، وادي الدفاتر اهي. بص حضرتك مفيش حد اسمه عباس خالص. اوه ده هيقعد يضيع وقتنا يا سعيد. صدقوني يا جماعه انا جبت عباس هنا يساله سعيد. الظاهر لوسطه اتعطى حاجه. اعمل معروف يا عم فرج، ما تخليش المساله تكبر. عبد المنعم قال لنا على كل حاجه، واحنا موافقين نتفاهم بهدوء وناخد حقنا وانتوا تاخدوا حقكم. ودلوقتي هتنادي للي اسمه سعيد ده ولا نتصرف تصرف تاني؟ عم سعيد؟ عم سعيد مين؟ مش هنا. ادخل يا عبد المنعم. هاته. رايح فين يا جدعان انت؟ الله، محدش يدخل. سيبه واقعد مكانك. وانت سامحنا يا سعيد، ايه اللي جابك هنا وازاي دخلت؟ ما هو مش عارف ان ده ممنوع. يلا هنا بسرعه. طب بس تعالى معايا. انا معاك فين؟ وانا فاضي، انا ورايا بلاوي متلتله. ما هو الراجل طلع راخر وراه بلاوي متلتله. راجل مين؟ عباس. عباس؟ عباس مين؟ لا سعيد اعمل معروف، دي فيها قطع رقبه. ده انت قلبك خفيف صحيح. ايوه ما هو طمن، عباس خلاص بح، ملوش وجود يا حبيبي. يا ريت يا سعيد، بس ده ورا مشاكل وحكايته حكايه مش سهله. قصر الكلام، انت جاي هنا ليه دلوقتي؟ غصب عني يا اخويا. خرمان وعاوز حقنه. ما هو لو كنت اديتني الحقنه من الاول ما كانش حصل اللي حصل. نعم، في ايه يا منعم؟ تعالى شوف مين اللي بره. مين اللي بره؟ الشرطه؟ وهم لو الشرطه كانوا انتظروا بره المستشفى برضو. امال مين؟ اتكلم. الناس عاوزين عباس. وانت قلت لهم انه هنا؟ غصب عني. هتفضل خيبه طول عمرك. خيبه؟ اصلك ما تعرفش عملوا فيها ايه. دول
دول ضربوني. ولو حتى كانوا قطع من جسمك كان لازم تفسر بالحقيقة. الحقيقة؟ الحقيقة. طب ما انا قلت لهم الحقيقة. الحقيقة يا حبيبي الكلام اللي انا فهمته لك وبس. قلت لهم انه نزل ميدان رمسيس ما صدقونيش. ما قلت لهم ايه يا فالح؟ قلت لهم انه ركب معايا من المطار وبعدين تعب جبته هنا ومشيت. طب ايه رأيك بقى؟ انا ما شفتكش ولا شفت حد. ايه اعمل معروف يا سعيد، دول معاهم مسدسات والشر في عينيهم. العصابة يعني؟ الظهر الجدع عباس ده كان جايب لهم حاجة. عباس؟ عباس مين؟ تاني. ايه اعمل معروف يا سعيد اخويا، خلصني من الناس دول. افهم يا اسطى مين يا اخويا، مفيش في دفاتر المستشفى حد داخل بالاسم ده ولا جثه باسم عباس. هيخلصوا عليا يا سعيد، اتصرف اعمل معروف ابوس ايدك. يا خبر يا سالي، مش معقول. ايه ده، احنا بقينا نص الليل بالشكل ده، انا اتاخرت قوي. يا نوال يا حبيبتي، ما هو بابا وماما عارفين انك معزومه معايا. ايوه بصراحه بقى، ربنا يستر. تصبحي على خير. بقول لك ايه، فكري في اللي قلتهولك. قلتهولي بخصوص ايه؟ شاكر بيه، شاكر بيه يا حبيبتي يا نوال، اللي عينيه ما نزلتش من عليكي طول السهره. يا سالي يا سالي ارجوكي، انا قلتلك اني بحب مصطفى. بتحبيه؟ لكن قوليلي، هتقدري على العيشة الفقر؟ هيقدر يسهرك سهرة زي اللي احنا كنا فيها الليلة دي؟ بصراحة اصلا يا بنت خالتي يا حبيبتي، انا عايزة مصلحتي، وواحد زي شاكر بيه هيقدر يعيشك العيشة اللي انت تستحقيه. ايوه بس مصطفى. مصطفى، مصطفى يا حبيبتي من النوع اللي بيحب الفقر، بيدوب في الفقر. ابدا ابدا يا سالي، ما تقوليش كده على مصطفى. تصدقي مصطفى ده نفسه يحقق لك كل اللي انا عايزاه. يحقق لك كل اللي انت عايزاه؟ ايوه. طب ازاي يا نوال يا حبيبتي؟ ها اقولك ازاي. انا بقى يا ستي هفضل ورا لغايه ما يفتح العياده. العياده؟ عياده ايه يا حبيبتي؟ طبعا ده مصطفى دكتور شاطر قوي. اراهنك ان هو لما يحب يفتح عياده هيفتحها في حي شعبي، يعني اتعابه هتبقى ملاليم. لا لا يا نوال يا بنت خالتي، لا بصراحة أنا محتارة قوي يا سالي. بقولك إيه، ولا تحتاري ولا تفكري، سيبينا نتصرف. هتتصرفي؟ يعني إيه هتتصرفي؟ أنا عارفة إن خالتي رأيها من رأيي ماما. وهي بقى يا ستي اللي هتقنع عمي ماهر. يا سلام، قوليلي بقى هتقنعه بإيه؟ هقولك بعدين. لا مفيش حاجة اسمها بعدين، اسمعي فهميني يا سالي، انت ناوية على ايه؟ ناوية على انقاذك. انقاذي؟ انت مش نفسك تعيشي في فيلا وتركبي عربية اخر موديل؟ يا ريت. ويبقى معاكي دفتر شيكات وفيزا كارت ومجوهرات. خلاص خلاص بقى يا سالي، ارجوكي ارجوكي ما تحصرنيش، خليني عايشة كده وساكنة. بقولك يا نوال اسمعي كلامي، ولا اقولك بكره انت وخالتي وعمي ماهر معزومين عندنا. بجد؟ طيب ايه المناسبة؟ شاكر بيه شريك حسان جوزي هيكون موجود، وبكده يتعرفوا على بعض. وسيبي بقى الباقي علي انا. ومصطفى؟ مصطفى يا حبيبتي ما يلزمناش. حلو الكلام، مفيش احسن من الصراحة. يعني البضاعة موجودة؟ مش لما نتفاهم. طلباتك زي ما فهمت من دكتور مصطفى، المخدرات عشان تطلع يلزم عملية تانية. دي مش مشكلتك انت، انا عاوز اخدمكم. تقصد ايه؟ انا اخدمكم اوي في المسائل دي.
المهم خلينا في العملية دي. فين البضاعة؟ وبعدين معاك بقى يا عم سعيد، ما تديها لهم وتخلصنا. والبي وعدني بخمس تلاف. اسكت انت منك له الجريمة اكل. وبعدين احنا مش فاضيين. ها بلاش تضيع وقتنا وادخل في الموضوع. عاوز كام؟ عشان خاطرك يا بيه عاوز نص. نص؟ نص ايه بقى؟ نص قرن بلا مؤاخذة يا جاه النبي. نص مليون؟ انت بتضرب عالي قوي. انا حدي لك 10,000. شوف يا بيه، اقل من نص ارنب ما ينفعش تخسر معايا. فين البضاعه؟ ايه ده مسدس؟ تعال بنعم، تعال اخويا، احنا ملناش دعوه بيهم. تعال بينا. استنى انت وهو، احنا ملناش دعوه. شيل المسدس يا حبيبي انت وهو، ولا مش هتشوف البضاعه خالص. ايه؟ مش كده وبس، دي فيها جمال مشنقه. نخلص عليهم كلهم يا بيه، ومش عايزين البضاعه. اسمع يا سعيد، انا حدي لك 20,000 جنيه. شوف يا سعادة البيه، انا وعدت الدكتور مصطفى عشان ما بلغش الشرطة حديله 100,000 جنيه. كتير. ما البضاعة برضو. اسمع يا سعيد، قصر الكلام، حدي لك 200,000 جنيه. دول يا دوب نصيب يا سعادة البيه. اصل انا حوزع بقى 500,000 ازاي؟ اقول لك 100,000 للدكتور ومية لفارق. يا نهار ابيض، 100,000 ليا انا وحدي. وطي صوتك. ومية لمنعم. مية ليا انا؟ بتتكلم جد يا عم سعيد ابو السعاده؟ مال خلينا نقب على وش الدنيا. مش ممكن يا بيه. يا بيه انت ما بتكلمش واحد سك. انا وزنت البضاعه لقيتها 2 كيلو هريون صافي، يعني بسعر النهارده اكثر من 2,000,000 جنيه. انت فاكر اننا لوحدنا؟ منير بيه سيبني عليه وانا اعرف ازاي اخليه ينطق. اضرب طلقه واحده هتلاقي كل النايمين يصحى وتبقى الدنيا اتقلبت. البضاعه فين؟ في الحفظ والصون، بس نتفق سلم واستلم. زين، اخلص عليهم يا بيه. روح هات لهم الفلوس وتعالى بسرعه. لكن يا بيه اتحرك بسرعه، خلينا نخلص من الورطه اللي حطينا فيها دي. عاوز تاكل لوحدك يا بيه؟ خلاص ولا كلمه، كلنا هنفضل هنا لغايه ما يجي زين بالفلوس. الراجل اللي راح يجيب الفلوس اتاخر. الصبر حلو، ده نص ارنب. تفتكر هيلاقي مبلغ كبير زي ده دلوقتي؟ ويلاقي 1,000,000 كمان، ده الناس دايما جاهزين يا حبيبي. البوابه لوحدها والدفاتر، انا هروح في داهيه. يعني هم العيانين هيهربوا يا فرج؟ متخافش يا فرج، انا عامل حسابي. ربيع زمان واقف على البوابه. والدكتور مصطفى يمكن يمر. دكتور مصطفى يا حبيبي مش فاضي، زمان قعد يحلم. اما حته حلم 100,000 جنيه، هي دي الأحلام ولا بلاش؟ بس الليلة دي تعدي. هتعدي، دي ليلة من 1,000 ليلة. يا سلام يا سلام أبو السعادة، يا سلام، هي دي صحيح ضربة المعلم. ويارك بقى لو خدت لك كمان 100 باكو. إيه؟ لا 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 أبو السعادة، لا لا، أنا كفاية عليا كده كده، تمام التمام. يعني مش عاوز تشتغل الشغلانة دي تاني؟ نعم. قصدك ايه؟ حكالي منير بيه شغلنا معاه. طب بس هو هيسيبنا يا ابني. يا فرج يفهم، منير بيه يهمه ان الطريقه الجديده دي ما تتكشفش. عشان كده عايز يخلص علينا. وطي صوتك سعيد. ايه الكلام اللي بيقوله فرج ده؟ سيبك منه، ده خواف. اعمل معروف يا سعيد، اعمل معروف، ما تشدش مع الناس دول. صحيح يا سعيد، البودره اللي بيقولوا عليها دي مخبيها فين؟ اول ما هياخدوها هياخدوا روحنا كمان والفلوس. بعدها لك يا فرج، اثبت انت معايا، وانا سعيد بالسعادة محدش يقدر عليه ابدا، فاهم؟ بصراحة سعيد، الدخلة اللي دخلت بيها على الجماعة دول كنت زي الاسد. يا سلام ابو السعادة اللي مفيش منك. يعني موافق تشتغل معايا؟ اشتغل؟ اشتغل ايه؟ نفس شغلتك، هتستنى الراجل بتاعهم في المطار وتجيبه على هنا. موافق بالسلس. انا بقى حبيبي ما تعملش حسابي، لو ربنا نجاني من الليلة دي تبقى توبة. فرج، انت عارف محدش يقدر يقولي لا. لا والف لا كمان، دي فيها حبل مشناها يا سعيد. ما تخافش، الناس منظمين وانا بخبرتي حفيدهم. هم وصلوا.
دي شنطة الفلوس؟ الفلوس اهي. فين البضاعة بتاعتنا يا سعيد؟ موجودة يا بيه. نخرج احنا؟ قصدي اخرج انا؟ كل واحد يفضل مكانه، محدش هيتحرك الا لما ناخد البضاعة. انا رايح اجيب البضاعة بيه، ولا عندكم مانع؟ انا جاي معاك. انا مش مصدق. معقوله؟ معقوله يا ناس؟ انا معايا 100,000 وانا هشتري عربيه جديده. ولا كلمه عن الحكايه دي، مفهوم؟ احنا دايما في الخدمه يا سعاده البيه. يلا يا زين، احنا بقينا الفجر. رايح على فين انت وهو؟ عملوها فينا يا زعيم. الشرطه؟ روحنا في داهيه. روحنا يا فرحه ما تمت. الحمد لله ان انت جيت حظ الظابط. الحكايه عرفناها سعيده بتاع الاساتك، كل اقوالكم متسجله بامر النيابه. عرفتوا ازاي؟ ازاي؟ ومين اللي بلغكم؟ انا يا ابو السعاده، يا ابو شاي عجب. انا مش عارف اقول لك ايه الحقيقه يا مصطفى يا ابني، بس يعني بصراحه انا فخور بيك جدا. كل مصر فخوره بيك يا بطل. متشكر يا عمي، ولو اني يعني ما عملتش اي حاجه غير الواجب. هلا قول لي يا دكتور، هما يا ترى مش هيدوا لك مكافاه ولا ايه؟ مكافاه؟ والله يا حماتي المكافاه على واجب زي ده تقلل من قيمته. انت عملت عمل كبير يا مصطفى، انت رفضت 100,000 جنيه. صدقيني يا نوال، ولو كانوا 100 مليون كنت هرفض. دي تجارة ملعونة. الحمد لله، الحمد لله ان العصابة دي انكشفت. البركة يا بابا في مصطفى وامانته وشجاعته. الله، يعني خلاص يا نوال مش ندمانة على اني تصرفت بالشكل ده؟ يا خبر، بتقول ندمانة؟ انا فخورة، فخورة بتصرفك ده يا مصطفى. يعني يا ابني انا كنت بقول يعني كانوا 100,000 جنيه اللي انت رفضتهم دول كانوا حينفعوكم. جرى لك ايه يا فتحية؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ اللي عمل مصطفى ده رغم احتياجه له دلالة كبيرة كبيرة جدا. يا حماتي ارجوك تفهميني، لو كمية المخدرات دي تسربت كان على الاقل 100,000 هيتسمموا بيها، وكان بيت كان هيتخرب. دي لازم سالي، احنا اصلنا معزومين على حفلة عندها الليلة. ولا كلمة، الليلة هنحتفل بمصطفى ونحدد ميعاد الجواز. صحيح يا عمي. ايوه. طيب عن اذنكم دقيقة واحدة اروح افتح الباب. اتفضلي. ماهر. نعم. ماهر يا حبيبي، ايه اللي بتقوله ده؟ فتحية انا قلت مفيش كلام تاني، انا عارف مصلحة بنتي. يا سلام يا اخويا، عارف مصلحتها قوي. طبعا اضمن انها هتعيش في امان. سالي. الله. مالك مالك يا حبيبتي؟ بتاعتي ليه؟ قولي لي ايه، في ايه؟ اختي جرى لها حاجه؟ الحقيني في ايه يا سالي؟ الحقيني ايه اللي حصل لبنتي؟ كلمي. بنتي اتخرب. ايه يا بنتي قولي حصل ايه؟ كل حاجه ضاعت يا عمي. ايه؟ كل حاجه ضاعت يا خالتي. يعني ايه يا سالي؟ حسان فلس؟ استنوا بس، ما يمكن جوزها طلقها ولا حاجه. يا ولاد ما تتكلمي يا سالي بقى. الله. اتكلمي يا بنتي اتكلمي. اتكلم اقول ايه بس؟ دي مصيبة يا ساتر. فضيحة يا خالتي، فضيحة. صحيح، هو انتم ما تعرفوش ان حسان اتقبض عليه؟ اتقبض عليه؟ هلا، هو كان ضمن العصابة يا دكتور؟ لا يا حماتي، ده عصابة تانية، عصابة الغش والاحتيال. عصابة غش واحتيال؟ انت ايه اللي عرفك؟ ما هي الحادثة منشورة يا عمي جنب حادثة القبض على عصابة التهريب. وريني وريني، ده صحيح. اهي الحادثة ايه؟ الله، ازاي احنا ما خدناش بالنا؟ كتير ما بياخدوش بالهم من اللي بيتقال ويتنشر، وبرضه بيقع في نفس الغلط. عندك حق، عندك حق. لا قضايا التهريب هتنتهي، ولا قضايا النصب والاحتيال. عايش ازاي؟ عايش ازاي؟ دول يا عمي صدروا كل اللي حالتنا. عشان مشيتهم من الاول في طريق الغلط. قطيعه تقطع المال الحرام. تعالي يا سالي يا بنتي تعالي. كان الله في عونك. معلش يا بنتي، امرك لله. نوال، ايه رايك ما تيجي نخرج شويه؟ بس مش لما تتفق مع بابا الاول. اتفق مع بابا؟ قصدك ايه؟ قصدي ميعاد الفرح يا حبيبي. طب والشقه التمليك والعربيه؟ هنحققهم بالحب، وتبنوا حياتكم على اسس متينه، وتحققوا املكم خطوه خطوه بالشرف والحب.
صور الشخصيات أحمد خميس، محي الدين عبد المحسن، سامية أمين، زكي عبد المجيد، رضا الجمال، رؤية أحمد، أحمد خليل، محمد الحسيني، منى الأمين.